قالت صحيفة العرب الجديد إن قطاع النفط والغاز في اليمن بات مطمح الأنظار خلال الفترة الراهنة مع تنامي صراع محتدم بدأ يطفو على السطح. وأضافت الصحيفة أن حضرموت تبرز كملعب رئيس لهذا الصراع الذي انضمت إليه الصين إلى جانب فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية ودول التحالف العربي. وأشارت العربي الجديد إلى أن فرنسا كثفت اهتمامها وجهودها في التمهيد لعودة شركاتها المستثمرة في قطاع النفط والغاز لحقت بها الصين، متخذة الخطوات الأولى لاستئناف نشاطها الاستثماري في قطاع النفط والغاز اليمني. محللون يرون أن الموقع الجغرافي لليمن بشكل عام لا يقل أهمية عن النفط والموارد والثروات الطبيعية وقد يتجاوزها، لذا تبحث مختلف الدول المتصارعة على تقاسم هذه الكعكة بما فيها من موانئ ومضائق وجزر ومنافذ ومعابر.